بقى نروح لاخبار الكره المصريه. عندنا خبر مهم قوي، لان في اقل من 72 ساعه منتخب مصر هيواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو. تلقى اتحاد الكره خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بتحديد مواعيد مباريات المنتخب في مصر، مباراه منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب مصر بوركينا فاسو يوم 7 يونيو بالقاهره في اطار مباريات الجوله الثالثه لتصفيات كاس العالم طبعا الافريقيه المؤهله لكاس العالم في 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 خارج الارض. طبعا دي المره الاولى اللي بيحدد خلالها الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي مواعيد مباريات تصفيات كاس العالم او الفرق المؤهله لكاس العالم يعني، والغاء النظام المبقى اللي كان قبل كده المتبع قبل كده. ايه بقى؟ ان الاتحادات الاهليه هي اللي كانت بتحدد المواعيد، خلاص مفيش الكلام ده، الفيفا هي اللي بتحدد بعد كده الجدول بتاع المباريات المؤهله لكاس العالم. وبالتالي هذا الجهاد الفني لمنتخب مصر عنده تحدي كبير، انه هيخوض مباراتين حاسمتين في اقل من 72 ساعه، وفيهم سفر مسافه مش قليله كمان. يعني احنا عرفنا ان في اتجاه، وطبعا ده كلام مش رسمي لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر، انه يبدا المعسكر 6 ايام بدري قبل الاجنده الدوليه، والحقيقه ده لم يعلن بشكل رسمي حتى الان، لسه هنشوف. ولكن الجهاز الاداري في منتخب مصر كان لازم يبقى عنده معلومه من بدري عن المواعيد دي، لان طبعا انك تلعب ماتشين زي دول في 3 ايام او في اقل من 3 ايام كمان، ده صعب جدا، صعب جدا على اللعيبه، خصوصا ان انت عندك فرقه في نهائي دوري ابطال افريقيا وفرقه في نهائي الكونفدراليه. فانت عندك القوام الاساسي لمنتخب مصر اللي من الاهلي والزمالك هيبقى مجهد اساسا، هيبقى لاعب نهائي، انت هتلعب الفرقتين هيلعبوا نهائي الحمد لله، يعني ممثلين مصر الاثنين وصلوا للنهائي، فانت هيبقى عندك الفرقتين اللي منهم القوام الاساسي لمنتخب مصر مجهدين جدا. فكان لازم يبقى فيه معلومه على الاقل، اي حد في الفيفا يقول لنا ان الجداول هيبقى كذا، ودور اتحاد الكوره ايه في الموضوع ده يعني. يعني المفروض الجهاز الاداري واتحاد الكوره مع المنتخب يحاولوا يوصلوا للمعلومات، ويحاولوا من بدري يوصلوا للمعلومات دي ويشوفوا حل، انا مش لاقي ان هو امر واقع وخلاص، لا الكلام ده مش مظبوط بصراحه يعني. لان انا الواقعي بالنسبه لي ان يهمني ان منتخب مصر يبقى محضر كل حاجه كويس، لان انت دي ماتشين يأهلوك كاس عالم يعني. المفروض المره دي التصفيات اسهل من كل مره طبعا، لكن اللي حاصل نعمل اللي علينا على الاقل، لكن اللي حاصل ان احنا متفاجئين فجاه، في مفاجاه، في ماتشين في 72 ساعه. طب اعمل حسابك، ده انت عندك المؤجلات بتاعت الدوري بتاعت الاهلي بس انت بتلعبه كل 72 ساعه، وهتلعبهم ماتشات في المنتخب كمان كل 72 ساعه، حاجه ربنا معانا فيها يعني. نروح بقى لاخبار المحترفين المصريين، ونبدا من عند محمد صلاح. طبعا الخناقه اللي دايره بين نادي ليفربول ونادي في هولندا، طبعا اندهوفن بين كلوب وسلوت، هل يرحل محمد صلاح؟ ده فاينورد، اسف فاينورد صح. يمكن الاحداث كانت سريعه خلال الاسبوع الماضي، واللي كان فيها الخلاف اللي ظهر على الشاشات بين محمد صلاح ومدربه الالماني يورجن كلوب في مباراه ليفربول امام ويست هام في الدوري الانجليزي. طبعا كلنا تابعنا الفقره الجميله دي اللي خدت حيز من العالم كله يعني، لكن في نفس التوقيت ده كلوب قال انه اتكلم مع صلاح بعد المباراه والامر انتهى. وليفربول خلال هذا الاسبوع كان في مفاوضات شاقه جدا مع نادي فاينورد الهولندي عشان يتعاقد مع المدرب الجديد اللي هيتولى المهمه خلفا للالماني يورجن كلوب اللي اعلن رحيله بنهايه الموسم خلاص. في الكواليس بقى كانت المفاوضات مش سهله بين فاينورد وليفربول، لان بطل الدوري الهولندي اللي هو فاينورد كان رافض تماما الاستغناء عن خدمات مدربي أرني سلوت الا بعد الحصول على مبلغ كبير جدا يضمن له التعاقد مع مدرب جديد. طيب سلوت قدر يحقق انجاز مع فاينورد وانجازات كتير كمان، ابرزها لقب الدوري في الموسم الماضي وكاس هولندا كمان في الموسم اللي فات ده، والرجوع للمشاركه في دوري ابطال اوروبا، وده انجاز كبير بالنسبه لفاينورد بالمناسبه اللي كان بيمر بفتره مش سهله جدا قبل المدرب ده. لكن في النهايه نادي فاينورد اقنع واتفق بشكل نهائي مع ليفربول على مبلغ مالي هياخده نظير فسخ التعاقد مع المدرب أرني سلوت، واللي هيتولى طبعا تدريب ليفربول بعقد لمده 3 سنوات مقابل 9 مليون يورو سنويا بالاضافه الى 3 مليون يورو حسب نتائج البطولات بقى يعني. يمكن ده الجديد في ملف المدير الفني لليفربول، لكن كمان محمد صلاح لحد دلوقتي لم يحسم موقفه سواء بالاستمرار او الرحيل عن ليفربول، والاقرب كمان انه هيستمر مع نادي مع المدرب الهولندي سلوت، ده الاقرب يعني، لان كمان مع رحيل كلوب لو في مشكله بين صلاح وكلوب يعني ده هيبقى خلاص انتهى مع رحيله. انا لسه مع محمد صلاح، محمد صلاح اتحاد جده بقى
بيحدد بديل لمحمد صلاح. كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي اتحاد جدة في التعاقد مع أحد لاعبين الدوري الإنجليزي الممتاز لتعويض فشل التعاقد مع المصري محمد صلاح. ده خبر هيقربنا لأن محمد صلاح مكمل نجم ليفربول طبعا. يعني أكدت تقارير بريطانية خلال الأيام الأخيرة أن صلاح سيستمر ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية عقده. نهاية عقده إمتى؟ في الصيف 25 على الأقل، يعني بناء على رغبة مشتركة بين اللاعب والإدارة. ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإيطالية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي طبعا، فإن إدارة اتحاد جدة حددت الكوري الجنوبي سونج هيونج مين نجم طبعا توتنهام، وهو طبعا الأبرز في توتنهام، كبديل بديل محتمل يعني لتعزيز خط الهجوم. وواضح وأوضحت كمان أن صلاح يظل هو الهدف الأساسي في الاتحاد، لكن بالنظر إلى أن الأمور تسير طبعا بعد الأمور ما خلاص يعني كلوب ماشي وفي مدرب تاني جاي والمدرب متمسك بوجود صلاح، فإن نجم توتنهام أصبح بديل محتمل في الصيف. وجاءت هذه التقارير بعد الأيام تتحرك نحو محمد صلاح إلا إذا قرر اللاعب الرحيل عن ليفربول. هيا لازم صلاح يعلن الأول إنه هيمشي، فيبدأوا يتحركوا معاه هم بيفاوضوه بقى والكلام ده كله. ونادي الاتحاد عايز صلاح بقاله فترة، نادي الاتحاد مقرر إن هو صلاح الرقم واحد عنده لو هجيب حد من أوروبا دلوقتي. لكن أظن نادي الاتحاد خلاص عارف إن صلاح مش موجود.